الموضوع الثاني هو عن كيف احنا كناس، يعني من وين بيجي الحافز؟ اي شخص بيخسر الحافز لازم يشوف هذا الفيديو. احنا كبشر الحافز بيجي منه نوعين. خليني اعدل شغله هون على السريع عشان الناس اللي على التيك توك يقدروا يقراوا اللي انا حاطه على السبور هلا. الحافز بيجي نوعين. اوكي؟ الحافز الداخلي. بعدين عندنا الحافز الخارجي. نصين، واحد اثنين. شايفين؟ جزئين هو. السر انت لما تيجي بدك تحكي محمد انا ليش خاسر الحافز؟ انا ليش بطلت متشجع؟ ليش بطلت متحمس اني اساوي اللي انا كنت بسويه بالبدايه؟ لازم تطلع انت على هاي الرسمه، هذا الوصف. انه الحافز بيجي نصين. شو هو الحافز الداخلي؟ الشغلات اللي من جوا. من جوا انت بتفكر فيها وعلى طول بتحفزك. ممكن العائله. انا شخص، انا واحد من الاشخاص اللي انا حابب اهلي وعائلتي يفتخروا فيي، حابب اني انا اوصل مراحل متقدمه من الحياه عشان ان شاء الله اخلي مثلا اهلي راضين علي. ممكن الحافز كمان الدين. بنمر احنا كلياتنا في مراحل صعبه بس بنضل مكملين من جوا لانه احنا عارفين ان شاء الله رب العالمين هو اللي حيكافئنا على تعبنا على جهودنا على مقاومتنا. هذا حافز داخلي. ممكن مثلا السعاده. السعادة شغلة كتير مهمة. انت مثلا نفترض انت عايش وانت في مرحلة من حياتك، مرحلة صعبة، مرحلة فيها ألم، مرحلة فيها فعلا مشاعر سلبية، فحابب انك تتخطى هاي المرحلة عشان توصل للسعادة. هاي كلها أمثلة وفي أمثلة كتير أكثر. أوه يسمو إيديك، هذا مين، محمد ولا عبد الله؟ سامحوني يوتيوب بس هذا أظن محمد. يسمو إيديك على الهدايا الرائعة. فمحمد بس على فكره محمد هيك انت هلا بتسجيل اليوتيوب يسمو ايديه محمد بعت لي هديه يعني بتجنن. فهدول كلهم امثله عن ايش؟ الحوافز الداخليه. شو الحوافز الخارجيه؟ هدول سهلين. مثلا فلوس، عندك هاي واحد منهم. سيارات، بيوت الى اخره. هذا بشكل عام. هلا مش هدول طبعا يعني بعض الامثله، مش كل شيء. بس السر وين؟ السر بيجي انك انت كشخص تطلع على حالك وتعرف كيف انت بتتحفز، شو حوافزك، شو اللي بحفزك. في ناس بتقول لي محمد انا ما بحب السيارات، ما بحب الفلوس، ما بحب البيوت، بس انا بحب اني دائما اكون سعيد، ما بحب شيء يعكر لي مزاجي. ممكن في ناس تحكي لك هيك، اترك هذا الناحيه. في ناس ممكن تقول لك انا حوافزي كلياتها داخليه، كلياتها. في ناس العكس، تقول لك محمد على فكره انا شخص ما عندي مشاعر. اهلي بالنسبه لي مثلا ممكن والله اهلي عشت معهم بس علاقتي فيهم مش قويه. والدين الحمد لله مش شايف انه انا هدفي لا بعصي الدين ولا بساعد شيء في الدين. وانا ما يعني سعيد مش سعيد، انا بس بحب هاي الشغلات. في ناس حوافز خارجيه. اللي انا بنصحكم فيه انه تكون في عندكم توازن بين الداخل وبين الخارجي. انا كشخص بحب اكون سعيد وبحب ان شاء الله اني احاول قدر المستطاع اني ما عمري اخالف الدين، واحب اني انا اخلي عيلتي فخورين فيي. بنفس الوقت وراح اكون صريح معكم، زي معظم الناس انا بحب يكون عندي فلوس، بحب يكون عندي فلوس، بحب السيارات وبحب اعيش في بيت مرتاح. هاي بعض الامثله. هلا ايش قبل ايش؟ الفلوس ان شاء الله بنيجيها. مثلا السيارات مش مستعجل على السياره، مش مستعجل، ما في داعي السيارة تكون فخمة من أول مرة، عادي، بس بخليها في بالي عشان إن شاء الله بعد كم سنة يكون عندي واحدة. فالهدف، أنت لو شخص عن جد الحافز مو موجود عندك، الحافز صعب، حاسس حالك مش متحمس تسوي أي شيء، كل ما تبدأ شيء بتوقف، كل ما تبدأ شيء ما بتكمل، اطلع هون. هلا على هدول الأشياء. وشوفوا أنا شو اللي بحفزني، شو اللي بخليني أشتغل، شو أنا لو أفكر فيه كل ما أصحى الصبح بحس إن أنا ممكن أكمل في يومي. وخلي هاي الشغلات في بالك وانت بتشتغل. لو هدفك، فكروا فيها منيح على فكرة، لو هدفك ما في حوافز داخلية ولا خارجية بتساعد انك تشتغل باتجاهه، بدك انت تعيد التفكير في الهدف. هل هذا فعلا هدف انت حابب تحققه، ولا هدف انت انضغطت او انجبرت انك تحققه؟ لانه كيف طلعت انت، يعني كيف الفكرة تحت هاي الهدف وصلتك اذا هو ما بيساعدك لا تحقق اهداف داخلية ولا خارجية؟ فهذا لازم يكون الفكرة ببالنا.
فعشان بس اعيد الموضوع، الواحد مهم جدا مهم جدا لما يوصل مرحلة عدم وجود الحافز يطلع على هذا الاشي ويعرف هو شو الحوافز الداخلية وشو الحوافز الخارجية، واذا ما بيعرف يفكر فيها. انت عندك هدف حابب توصل له في حياتك بس مش عارف شو اللي بحفزك، اقعد واكتب هيك قائمتين، واحدة للحوافز الداخلية واحدة للحوافز الخارجية، اكتبهم على ورقة واعرف شو اللي بحفزك بالضبط عشان انت تشوفهم كل مرة بتخسر الحافز تشوفهم وتعرف تشتغل باتجاه هدفك.